أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم عدسة إثراء، اللي من خلالها نسلط الضوء على جميع المواضيع المختلفة والأنشطة ويعني الفعاليات أو المقامة داخل دولة الكويت، منها الثقافية والاجتماعية وأيضا الدينية. فتابعونا في حلقة اليوم، لدينا الكثير والعديد من المواضيع المختلفة. أهلا وسهلا فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أخواني أخواتي في هذه الحلقة التي نتكلم فيها إن شاء الله عن الأمور التي تؤدي إلى السعادة الزوجية بإذن الله. وكما ذكرنا أكثر مرة، هذه تكون عن طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه. يقول الله سبحانه وتعالى: والصلح خير. والصلح خير. طيب، نريد أن نتعلم بعض الأمور من شريعتنا الغراء في التعامل عند الخلاف، طبعا مع المسلمين بشكل عام أو مع الناس بشكل عام، وبالخصوص في داخل البيت، لأن الشيطان لن يتأخر ولن يتردد في إيقاع العداوة بين المسلمين، وبالأخص الزوج والزوجة. أهم شيء عند إبليس أن يوقع، ومن أهم الأشياء عند إبليس أن يوقع العداوة والشقاق والفراق والطلاق بين الرجل وامرأته. هذا عنده من أهم الأمور، ويفرح كثيرا لما يطلق رجل امرأته. فنجد في الشريعة المضاد لهذا الأمر. مو في مضادات حيوية، إذا واحد يكون عنده التهاب واحتقان الدكتور يعطيه مضاد حيوي يعالج يقاوم هذا الفيروس ولا هذه البكتيريا. طيب، كذلك في مضادات لهذه العداوات الشيطانية. من القواعد المهمة: والصلح خير. طيب، ما المقصود بالصلح؟ الصلح لما يكون في خلاف بين شخصين، وهنا نتكلم بين الزوج والزوجة، يكون في خلاف، فنحن الآن نريد أن نسعى بالصلح. ما المقصود بالصلح؟ أن يكون في تنازل من أحد الطرفين أو من الطرفين. مرة ثانية، لما يصير في خلاف بين الزوج والزوجة، الزوج تقول أبي شيء فلاني، والزوج يقول ما أعطي الشيء الفلاني، أو أنا أبي شيء فلاني، وهي تقول أنا ما أعطي أو ما أسوي. طيب، والكل يرى أنه على حق. طيب، رب العالمين حث على ماذا؟ الصلح. ما المقصود بالصلح؟ أن يا فلان أنت تنازل، أو يا فلانة أنت تنازلي. طيب، أو يكون المطلوب من الاثنين التنازل، بذلك تسير سفينة السعادة، الحياة الزوجية بسعادة وبأمان وباطمئنان، وندحر الشيطان. لكن إذا كل واحد تمسك قال لا هذا حقي، احنا ذكرنا في حلقة أن في حقوق للزوج وفي حقوق للزوجة، إذا كل واحد تمسك لا هذا حقي وأنا أبي بالملي، طيب ما الذي سيحدث؟ كثير من الزيجات ستنكسر بالطلاق. لكن إذا الزوج قال مو مشكلة أنا أتنازل عن هذا الحق، والمرأة قالت أنا ما عندي مشكلة أتنازل عن هذا الحق، ما الذي سيحدث؟ وئام، وستقوى المودة، وتغلف هذه الحياة الزوجية الرحمة. طيب، وينشأ كذلك الأولاد إذا كان بينه أولاد بأمان وراحة واطمئنان واستقرار أسري. طيب، إذن رب العالمين ماذا يقول؟ والصلح خير. يعني يا رجل تنازل. شلون يعني؟ احنا قلنا من حق الزوج ان المرأة تستأذن اذا ارادت ان تخرج وان تطيعه في المعروف. طيب، اذا الزوجة اطلعت من غير استئذان، هل نقول ان الزوج يتمسك براية لا وهي عصتني وهي ما سمعت كلامي وهي ما استأذنت مني وراحت وانا حذرتها ونمسك هي؟ طيب، صار لها مثلا 10 سنوات تستأذن مني، هي مرة طلعت من غير استئذان. طيب، هي غلطانة؟ نعم هي غلطانة، لكن هل نحن نتمسك بهذا الخطأ ونكبر هذا الخطأ؟
ينبغي علينا أن نتجاوز إذا كانت المرأة صالحة وكانت تطيعك دهرها. وكذلك المرأة، نقول المرأة إذا كان مثلا الزوج يصرف طيب ويوفر الحاجيات الأساسية للبيت من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، لكن هو الشهر هذا قصر، فهل المرأة تقول لا هو لازم يدفع الملبس يدفع المأكل والمشرب وغيره من الأمور؟ نقول نعم هذه من واجبات الزوج، لكن هو قصر، يمكن مثلا هو أعطى هذا الشهر الأموال لأهله، يمكن مثلا صار في شيء، احنا نقول تنازلي والصلح خير. طيب فنطلب من الزوج أن يتنازل من جهة، نطلب من الزوجة تنازل في زوجها، وذلك تلتئم القلوب على حب وبئام. من الأمور المهمة لتحقيق السعادة في الحياة الزوجية التغافل، هذا الخلق المهم جدا. طبعا ما نقول الغفلة، التغافل، وهناك فرق كبير بين الغفلة والتغافل. الغفلة أن الإنسان مثل ما نقول إحنا ما يدري إيش اللي قام يدور ببيته، المرأة تخرج وتدخل والأولاد يعني يهملون الدراسة، أو الزوج يقوم ببعض الأمور المحرمة وما يعلم وهي لا تعلم، هذه غفلة. لكن التغافل، أنا أعلم أن الزوجة فعلت هذا الشيء، أنا أعلم أن الزوج فعل هذا الشيء، الأولاد فعلوا هذا الشيء، لكن هو ليس كبير وكذا، طيب فأنا أتغافل. على سبيل المثال أن الرجل يحضر الطعام إلى البيت في كل شهر، يحضر مثلا العيش واللحم والدجاج والسمك الأمور هذه، طيب فكل شهر يحضر كمية معينة، فلاحظ هو في شهر أنه لا ما أكمل للشهر إلا الأكل مخلص. طيب ليش؟ لأن الزوجة أهدت لصديقتها، أو خلينا نقول إحنا عزمتهم، أو تصدقت بعض الطعام. طيب تتصدقين من الطعام اللي أنا شريته بفلوسي، قولي لي استأذني مني، هي ما استأذنت وهي تصدقت، وهي إن شاء الله تؤجر وأنت تؤجر. طيب فماذا نقول لك؟ تغافل. يعني شنو تغافل؟ يعني إحنا بلهجتنا طوف. طيب تغافل حتى تسير الحياة الزوجية بسعادة. طيب يعني هذا من الأحاديث التي جاءت في حديث جميل جدا يسميه العلماء حديث أم زرع. هو حديث طويل، لكن في مقطع من هذا الحديث امرأة تصف زوجها مدحا فتقول زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. يعني ممكن ترجعون إلى شرح هذا الحديث، حديث ممتع جدا. طيب أنا أبي بس المقطع هذا يتكلم عن التغافل، زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هذه الفقرة فيها شنو؟ التغافل. شنو معنات ولا يسأل عما عهد؟ يعني لما يحضر الطعام إلى البيت ما يدقق، ما يقول مثلا والله أنا الشهر شريت لي مثلا 17 كيلو لحم و 12 كيلو دجاج و 5 كيلو سمك و 50 كيلو عيش و 4 فول طيب وين راح السمك وين راح؟ طيب لا 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 لا، الرجل لكرم خلقه ما يسأل عما عهد، هو يحضر الطعام إلى البيت ويطبخون، يمكن المرأة تطبخ وتهدي وتتصدق، إذا انتهى الأكل المرأة تقول حق الزوج يا أبو فلان خلص الأكل نبي، فيب من غير ما يسأل، ما يقول والله أنا قبل كم يوم شاري وين راحت الأغراض، لا 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 ما يسأل. طيب لكرم خلقه وهو يتغافل، يدري أن الزوجة أرسلت بعض الطعام إلى الجيران أو إلى الأهل أو إلى الفقراء فيتغافل. وكذلك قالوا يعني من معاني هذا الحديث زوجي إذا خرج أسد، يعني مثل الأسد عند الناس لا يخدع، وإذا دخل فهد، قالوا من صفات الفهد التغافل، يعني يدخل يرتاح وينام يلاحظ في أشياء لكن يطوفها يتغافل، وهذا يدل على كرم الأخلاق، أعيد وأكرر يدل على كرم الأخلاق. فينبغي في الحياة الزوجية أن يكون في تغافل، طبعا من الطرفين يكون في تقصير من هنا يكون في خلل من هنا فنطوف، ولكن لا يعني هذا أن يكون في أخطاء
عند الزوج أو في أخطاء عند الزوجة ونسكت عنها. لابد من إصلاح الخطأ ومن إصلاح الخلل، لكن يكون هذا الأمر بحكمة بروية. يعني أحيانا أنا أحتاج إلى تأخير النصيحة، أحيانا أحتاج إلى النصيحة فقط مرة واحدة من غير تكرار، أحيانا أحتاج إلى تكرار. يعني على سبيل المثال الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد غضب، ما قال له، قال لأصدقائه لأصحابه رضي الله عنه: أنا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لاحظ في خطأ، في خلل عند هذا الرجل، لكن ما كلمه. ليش؟ لأن إذا كلمه ما راح يتقبل النصيحة. وبالفعل هذا اللي صار، بس من رجل آخر، لما كلمه قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أبي جنون، شفين تشوفني مينون أنا. فأحيانا الإنسان يؤخر النصيحة، ما يكون مباشرة عند الخطأ. فهذا شنو، ماذا نسميه؟ الحكمة في معالجة الأخطاء. وهذه كيف تكون؟ تكون عن طريق تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، بعد ذلك الاستفادة من خبرات الآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق. بارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وفعالياتنا اللي شاهدتوها. نتمنى يعني أن أعجبتم في هذه الحلقة، وإن شاء الله راح نتواصل معاكم في حلقات مقبلة. لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.